كل ما راجعنا منذ حصول النكبة، بل منذ حصول أول خطوة في إنشاء الكيان الصهيوني، كان لهم مواقف واضحة وصريحة ومشرفة ومتقدمة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، ابتداء من المرجع الكبير والعظيم سماحة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، الذي هو كان أول من عاصر نكبة فلسطين، وجه نداء إلى الأمة الإسلامية في سنة 1938: أيها المسلمون، بل يا أيها البشر، أصبح الجهاد في سبيل فلسطين واجبا على كل إنسان، لا على العرب والمسلمين فقط، نعم هو واجب على كل إنسان، لا بحكم الأديان والشرائع فقط، بل بحكم الحس والوجدان ووحي الضمير وصحة التفكير والخطة العملية في ذلك. من يستطيع اللحوق بالمجاهدين فليلتحق، ولا أقول إني ضمين له أنه كالمجاهدين مع النبي وسفي بدر، فإن المقام أعلى، يعني أعلى من الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله، وهذا مرجع يتكلم يعني.